انتوا مش بتفيدوا حد؟ يعني ايه انتوا مش بتفيدوا حد يا سليم؟ مش فاهمه. تمام يا سليم، تمام براحتك. يا رب بس تعرف تنجح في موضوع الشحن. عليكم السلام يا عيدي. اتمنى يا جماعه ان انتوا تكتفوا بالحظر في وقت الترند. منورني كل الناس الموجوده عندي. يا ريت اي حد مش عامل لي متابعه يعمل لي متابعه. ماشي يا سليم، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.